السلام عليكم. السلام عليكم اخت سناء. اياها رحمه، هذه سناء اللي معك، اش اخبارك؟ السلام عليكم، دايره بخير الحمد لله. وانتيا؟ نعم كتسمعيني يا رحمه؟ اياه. لاباس عليك؟ انا عندي بسطيله ديال الحوت. البسطيله ديال الحوت؟ اياه. مرحبا. والعيون مدينه ديال الحوت؟ اياه. عندكم الحوت بعدا شويه رخيص على الداخل؟ اشتي عطا الله الخير. يلا قولي لينا اش من حوت غادي ديري في هاد البسطيله؟ عندي فيها ديري فيها 500 غرام ديال الورقه. اذا نص كيلو ديال الورقه. ايوا، نص كيلو ديال الكالامار، نص كيلو ديال القمرون، نص كيلو ديال الهبره ديال الحوت. اش من حوت تتنصحي السيده تستعمل؟ ديك الهبره تاع اللوط ولا الهبره ديال اي حوت كان بلا شك. تا هو نديرو له نص كيلو. اييه. والبزار فلفله حاره شويه. وشويه ديال زيت العود، جوج معيرقه ديال زيت العود، وشي معيرقه ديال عسل الحامض. نعم. وشامبينيو اسود. ومعلقه ديال الحامض مرقد. معلقه ديال الحامض مرقد؟ اييه، مقطع قطع صغيرة. الحامض مصير مقطع طريفات صغار. وفلفله صفراء مقطعه. حتى هي صغيره؟ اييه، مقطع صغيرين. والربيع، كزبره المعدنوس، والجبن قرمال الحمر. نعم. اييه. وبيضه. حتى البيضه كديريها؟ اييه. هذه باش تجمعي بها الورقه؟ اييه، باش كنجمع الورقه هذه البيضه. اييه. صافي تنحمرو كمرون، نحمرو شي شويه. اييه. وكنحيدو منو شي شويه باش كنزلو به. نعم. صافي كنسطيو كلشي في مقيله. وكنديرو عليهم مليحه وبزيه، وكنسطيوهم مزيان. صافي كنلفيو الورقه، كنحطهم في الوريقه وكنلفيهم. ديك الخضرة الفلفلة وداك الشي فوقاش كديريه؟ نعم. هذيك الفلفله الصفراء وداك الربيع والفرماج داكشي فوقاش كتزيديه على الحوت؟ كان نديروهم هما بوحدهم، كنسطيوهم الحوت والقمرون كنسطيوهم بوحدهم في مقيله. اييه. وكنسطيو هادو فليفله حمراء وصفراء كنسطيوهم بوحدهم مع الربيع، وكنديرو كنشركو معاهم هذاك الحوت كتجمع كلشي. نعم. هذه يا رحمه بسطيله اللي ما فيهاش الشعريه الصينيه، ياك متفقين؟ ما فيهاش الشعريه الصينيه. وبغيت نسولك، واش درتي شي وريقه سيدنا موسى في العطريه ولا ما درتيهاش؟ رحمه. نعم. كتسمعيني؟ اييه. قلت لك واش درتي شي ورقه سيدنا موسى ولا ما درتيهاش؟ لا ما كتستعمليهاش. لا واخا، اذا ما فيهاش طبعا سيداتي هاد الشهيوه ديال الاخت رحمه من العيون، ما فيها لا شعريه صينيه لا ورقه سيدنا موسى كيف شفنا المقادير ديالها اكيد.